بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشهادة يقصد بها بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره. وقال الإمام الراغب الأصفهاني: الشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. وترد آية كريمة في كتاب الله العزيز يأمر فيها ربنا جل وعلا المؤمنين أن يتمتعوا بتلك الصفة الكريمة وبهذا الخلق الفاضل، وهو القيام لله شهداء بالعدل على أوليائهم وعلى أعدائهم على السواء، وينهاهم عن الجور في أحكامهم وأفعالهم. فلا يصح أن يتجاوزوا حكم الله والشهادة لله إذا كان المشهود عليه عدوا، ولا يقصروا في أمر الله وإقامة العدل إذا كان المشهود عليه وليا أو ذا مكانة. ولذلك يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإذا كانت أمة الإسلام هي أمة الشهادة التي تشهد على بقية الأمم، فالأولى بأبنائها أن يجعلوا شهادتهم خالصة لله، لا يجاملوا فيها ولا يتحاملوا فيها على أحد، ولا تدفعهم عداوة البعض إلى الشهادة بغير الحق. فعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهدون أنه قد بلغ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت آية كريمة في هذا الجزء من القرآن تبين هذا المعنى، لنذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة في الجزء السابع، والحمد لله رب العالمين.